الحلو طبعا هذا المحل من افضل المحلات ومن اجمل المحلات اللي يعجبني بقلعة اربيل، سوق قلعة اربيل. شوفوا الترتيب والنظافة، راح اشوفكم المحل من الداخل هم، بس شوفوا هو هم من الخارج وكل شيء عندهم نظافة وترتيب. محل ارتب محل يمكن شفته هاي هي. شوف النظافة، شوف المحل من الداخل. طبعا هذا المحل اكثر من المبايع يمكن يهتم للنظافة، وصدق تستحق. شوف نظافة المحل، هاي يمكن المربى احنا كنا نسميها مربى مال التين مال الخوخ يمكن، وهنا مال المكسرات. الاسعار ما كاتبين الاسعار الحلوة، بس حبيت اصور محل على مود جماله، بس نظافته جماله. شوف هذول كلش حلو، اكيد طيب. هذا البرتقال اليابسي، تمر ما ادري شلون تمر هذا. هي هيك المحل، حبيت اشوف المحل فقط. ماشي ما اعرف هذا السوق هيجي، وهذا افضل مرطبات يمكن تشوفوها باربيل موجوده مقابل القلعه بالضبط، دائما اخذ منها والله. الحلو بسوق اربيل اي شيء تحتاج موجود، اي شيء اي شيء بعقلك يعني يقول اريد هذا الشيء، مستحيل ماكو شيء بسوق قلعة اربيل. اي شيء مثلا يخطر ببالك هي موجودة بالسوق. شوفوا مثلا الساعات، حتى كوميديا اللي موجودة بتركيا هنا جايبيهم. شوفوا ساعات هاي حلوة، هاي بعد هاي صح مو أصليات بس حلوات. أكيد اللي ما عنده إمكانية يشتري أصلي يجي ياخذ من هنا، ما يهم يخبو. كذا صار من صديقي؟ 30 هاي 25 هذول على 25 يعني 10-15 دولار تقريبا. هذا 20 دولار تقريبا 30 دولار. هذا عجبني وهاي حلو، أسعارهم رخيصة يعني زين. يعني اكو فرق كبير بين هذاك المحل وهذا المحل. شوفوا هذا المحل شلون هم، هذاك المحل شلون كان. حبيت اجرب القهوة هاي، قبل شوية شربت قهوة من واحد سوري كان كلها شكر. هذا قهوة مو؟ كان كلها شكر، فستق، قهوة بالفستق يقول. هي ما فيها ولا نقطة شكر. عاشتيدكم. بالقران ما بيها ولا شكر، بس اطيب من هذاك بمليون مره وهم بطعم. بيش الكيس هاي؟ 5000 هذا الكيس. عاشتيدكم والله، مشكور يخبل والله صدق، ما بيها شكر بس يخبل، اطيب من هذاك اللي اخذتها بألف دينار. مشكور عليهم. احلى شيء الصيرفه بنص الشارع، هذا ما تشوفه فقط بالعراق، صايرفه بنص الشارع ماكو باي مكان. حلو، وش فكره. وهذا واحد من المحلات اللي دائما اشرب يمها قهوه، يمكن سوري هم بس قهوه مالتهم يخبل. شوفوا المحل من الداخل، محل هم حلو يخبل ويسوي القهوه على هاي الطريقه التركيه. عاشتيدهم. وهذا واحد من المحلات مع الحلاوة، شوف الحلاوة مالتهم.
حلوة وطيبة. أنا ما أخذ منهم قبل، هذا أطيب من أطيب محلاتي بالسعودية. شوف المحل، هيك المحل، هاي طرف مطعم وهاي طرف مال حلاوة ساطلي، وهاي حلو خوش محل. حتى عندهم دجاج شوي، عندنا الكباب وتكه وغيره وغيره. أحذية، ملابس، جوال إلكتروني، تكة وكباب، شاي. وهذا بالركن صاير محل مع الحلاوة هم تاطلي. تاطلي مالتها يختلف عن الباقي، كل باقي يختلف عن الكل. يعني مثلا هوين شايفين هذا، أنا ما شايفه بصراحة. وهذا الشكل الثاني، محل صغير هذا شايفه بتركيا. هذا مثلا شكل غريب، هنا عندك القماص ب 2000 دينار يعني دولار وشوية، دولار ونص تقريبا. أي قمصلة هنا ب 2000 دينار. اليوم يوم الجمعة، سوق يوم الجمعة تعرفون شلون ازدحام تصير، فحبيت أشوف لكم الأسعار بيوم الجمعة. هذا هم ب2000 دينار، أي قطعة ب2000 دينار، 4000 العفو، دولارين وشوية تقريبا. أي قطعة احنا نريد دولارين وشوية. شوف كل هاي أسعار يخبل رخيصة والله. هاي ب6000 $3، أي قطعة كابوي هنا ب$3 تقريبا. وهاي هنا أي قطعة بلف، هذا اللي يبيع بلف، أي قطعة بلف. والله عم السوق يوم الجمعة يخبل ورخيص، كلش رخيص. هذا السوق هيك ازدحام. هذا يبيعون ساعات ويا سبحة ويا حمص. هذا راح لعلاء. هناك واقف هناك يصيح ما ادري ايش يقول. هذا هم قماص ب2000 دينار، دولار وشوية. هنا اي شيء تختار ب2000 دينار، اي قمصرة وقماصة زينة، يعني مو انه مو زينة يبيعون بهذا السعر. قماص لكم بيها قماص حلوة والله. هذاك ما ادري ايش بيه يصيح. تعالوا خلينا نكمل السوق وياكم. هذا يبيع مناظرة هنا، هذا كله من 2000 ل10، كان تقريبا من دولار ل 4 دولارات. السوق ازدحام، وتعرفون يوم الجمعة شلون يصير هي السوق. شوف هذيك صفحة، هاي أول يوم أشوف هيك قلعة في هيك ازدحام. هاي هم نفس الشيء قماصر ب2000 دينار، يحتاج خلق على ما تدورون. أنا ما عندي خلق بصراحة، بس أكو ناس تدور والله تلقي ب2000 دينار وتعاملهم ينطيب 1000 مسهم يعني بدولار. شوفوا هاي، طبعا هاي وين، هاي الميدان مال شو اسمه القلعة. حتى أكو واحدة
هاي هيك السوق في هذه الساعة الميدان مع قلعة أربيل. حتى دي يبيعون كنافة ما جربته بصراحة، بس ما أدري شلون واقف شكله ما حبيته. طبعا تجيب لك فد 100 دولار تطلع تسوق السوق كلها. هاي 3 بلد جواريب. هذا يبيع باقلة ويا هاي السوق. هيك اليوم ازدحام فول، طلعت من الازدحام. هذا الحج شي يبيع، هذا الحج اللي يبيع احذية وحزام وقماص العسكرية. ما يشتروا ساعات مستعملة، واحد جاب له قال له تريد ساعات تستخدم؟ لا ما يشترون يعني. هذا السوق نتمشى في القلعة. هسه تقريبا وصلنا الميدان. اليوم تعرفون يوم الجمعة سوق ازدحام. هذا اخونا يبيع شاي هيك بالعرب، انا بنص السوق يبيع شاي على الفحم ولا شنو، لا هيك شاي عادي يا قوري. يقول لا تلعب بي، اذا ما يلعب الشغله اللي ياخذها شلون ياخذها يعني هيجي. هذا ب2000 دينار النعام، هيك شكله ب2000 دينار دولار وشويه تقريبا. هذا هنا جماعه نراقيل، دي يبدي منا النراقيل بعد للنهايه، وتعرفون هاي الطرف من القلعه. هذا شي يبيع، هذا يبيع درة مصر نسميه، هذا باقي له. هاي والله نسيت اسمها، هذا مثل المرطبات نسويها بنص الشارع. هنا جماعة نراقيل بعد، إذا يعجبك نراقيل تعال هاي الصفحة. اكثر شغله بجديده يعجبني بصراحه هاي الحمامه هنا، ما يدون والله دا يجيبون اكل ويشمرون. شوف هذاك الحج مثلا جايب اكل علاقه كامل، وهنا تقدر تشتري تطيهم كايك. انطاهم اكل هواي والله. صورنا صوره مع المعلم، احلى صوره على العيون الخالي. اللي بده يتحدى هي الحرام نادى، مين في يحمي الدار بالحق يسون حدا. عنا نازز قردية بالصبر بيتحلو، بلي لابا البلوكي وعلوة علوة لو يعود الزمن واللي فيه وعلوة ارجع مثل ما كنا وعلوة وردي سوري جي لعنا. اهلا وسهلا، اهلا بالمعلم. قهوة لو شنو هاي؟ قهوة شكليتي عمي. اه يا بيش هاي؟ الف يا غالي. بلي لابا البلوكي اعطيك الف، راح اذوقها بس على مودك. ها الاول ويعود الزمن واللي فيه. شرحت الباب الحاره كلها هنا. ها شرحت الباب الحاره كلها هنا. كلهم اهلنا على راسي. على وسهلا، اهلا بالمعلم. كلنا اخوان ماكو فرق نهائيا. على وسهلا، مشكور على شتيدك. بعد يا هذا القهوه صغير والله ب1000 دينار، ما ادري ليش اشتريت اصلا، بس راح اشوف طعمه من صار عندي فضول اللي اعرف طعمه شلونه. اوف خل شكر بيها، كلها شكر 90% شكر. طبعا هذا 90% شكر، هذا القهوة على اساس 90% شكر. يلا بعد اشترينا. اليوم السوق ازدحام.
طبعا واحد سوري اذا يريد يبيع لك شيء قبل ما يعني الا تشتري. هاي ما ادري ليش اخذت هاي، شوف شوف صغيره بلف دينار وما تسوى، لانه طعمها كله بس حلو فقط حلو، يعني 90% شكر. يلا بالعافيه علينا، منتجون انتم هم اخذوه وجربوها. وهسه راح نوصل القلعة. لف مشي بعيوني مشي. هسه راح نحاول نصعد القلعة، اشوف لكم المنظر من القلعة. بس من تريدون تشترون شيء تعالوا يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة يعني يصير ارخص شيء هي يوم الجمعة. اجواء قلعة العوائل، اكو ناس حتى جايبة شاي مالهم من البيت. حلو والله، كانت بوري بهذا وكلش بيه شكر هواي. ما تشرب راح اشمره بس اريد الاقي هذا. ها هذا يسوي وشام هنا مهنوش. فبنص الشارع هيك اي شيء تحتاجه يوشم، وشم مؤقت طبعا مو دائم. ما يبيعون باقي الا ودره وما ادري شنو بعد. شفت لبلبي، تفضل عن اول شخص هذا يبيع لبلبي. ليش اللبلبي حجي؟ الف يا عيوني، الف دينار، هذا اقل من دولار يعني، يبيع لبلبي كاسه كامله. عشتي دوري، لو واحد غريب يمكن كان يبيع يعني سوري. يا انا دمشي برده، ايش تسوون هنا؟ انا دمشي برده. هذا عجي الحلو اللي يجي الاربيل ما يشرب شاي يم هذا القهوه، هذا القهوه هيجي او فوق او جوا، لا يقول انا جيت وشربت شاي باربيل. ما ادري ليش شاي هم بي شكر 70% يحط لك شكر وثخين كلش، بس ما ادري ليش. طيب انا اجي اشرب عنده هي شكر وثخين الشاي، بس طيبة. هذا الميدان مال اربيل، وهذا القلعة فوق. ايضا اشوف لكم المنظر من القلعة هم. وهذا المحلات يعجبوني كلش، ما ادري ليش. هاي هنا انا هذا على هاي الصفحة بيها شغلات حلوة، مثلا دقائق خلي اشوف لكم اياها. وكل هالصنع اللي بده يصنعوهم هنا جوا، شوف المحلات مالتهم، حتى الاجانب بده يجون ياخذون. شوف الجنط مثلا هيجي، والله شكله حلو. هذا هيك كبار، هذا بعد اكبر، اسعارهم ما كاتبين، وما اريد ادوخهم واسالهم. شوف الجنط بس اكيد رخيصه. محل هيك اظني شنو هاي، مثل علاقة شنو، مثل القونية شنو على اسمه. الحلو الاجانب يجون، هذول مثلا اجانب يعجبهم هيجي شغلات، ياخذون شي تذكاري للمدينة يعني. افضل محلات هذني من اجي الاربيل يعجبوني ذا المحلات. صور فورية ذا يقول. اي والله اطرب اطرب، صوته قوي. وهذا المحل، وهذا المحل طنبور، هذا من افضل محلات. الاسطى مالته هم يعزف عزف مو طبيعي، بس هسه ما ادري يعزف على حضنة. هذا المحل اذا تحتاجون شيء للطنبور او الجيتار وهاي، تعالوا خذوا من هذا المحل. شوف
ميدان، هذا الميدان اربيل، وهذا صاير على هاي الصفحة اليمنى. شوف شوف محل من داخل، شوف شلونها. Thank you.